لو الحكاية فيها إن فيجو لو في حزم يكون أحسن. ما في يعني التعسف في استعمال الحق ده مرفوض. بس وجود حرس جامعي أو وجود شيء يضمن الالتزام الطلاب بالدراسة فقط ده شيء كويس. خارج الإطار ده بقى يبقى حاجة مش كويسة. يعني تعسف في استعمال الحق في النقطة دير هيبقى مش كويس. طب ماشي، ايه اللي بتطلبه من الداخليه مثلا عشان تمنع حته الاشتباكات والصراعات داخل الجامعه والمنظومه تمشي؟ بص، هو الداخليه عموما من وظيفتها هي حفظ الامن. تمام. فالفرد المقابل للداخليه سواء المواطن او الطالب لو يعني تعدى حدوده بصارت اي شغب، وده مرفوض اصلا في مجال جامعه مجال تعليم المفروض. تمام. يعني الطبيعي جدا ان الداخليه تقوم بدورها. هو كله انا بقول لك يعني بيندرج تحت دورها. ده هيبقى اللي هو ايه؟ اللي هو حفظ الامن فقط لا غير. طيب مش اهانه المواطن دلوقتي في رفض تام او الاغلبيه مضطربه يرفضون الحرس الجامعي، بيقول لك احنا مش عايزين يعود لسياسه القمع تاني، تقول لهم ايه؟ لا، هو مش موضوع كده يعني، ما ينفعش. لازم يكون في رابط للموضوع، ما ينفعش يكون في. طب اذا عاد السيناريو تاني من جديد واستمرت الاشتباكات هنوصل لايه في الجامعات؟ مش هنوصل لحاجه، هنوصل لمستوى متدني من كل حاجه، هنفضل كده. هو الموضوع مش موضوع جامعه بس، موضوع الحياه عموما. الاشتباكات في الجامعه او غير الجامعه هتودينا لمستوى متدني من المعيشه، هنفضل طول عمرنا في مماطلات كده لغايه ما فيش اي استقرار. شايف ان الاشتباكات داخل حرم الجامعه هي بمثابه محور الحضاره في مصر؟ لا طبعا، الاشتباكات في اي مكان عموما ملهاش علاقه بالحضاره تماما. ده الراي ده شيء مهم. بس كون ان هو يخرج عن اطار الاحترام يعني في الاعتراض، ده بياخد منظور تاني خالص. تمام. تتوقع بكره انه يحصل مظاهرات ووجع الاحتراق؟ والله بكره ده يعني ان شاء الله بتاع ربنا، يعني انا اتوقع خير ان شاء الله. يعني هي اكيد فتره وهتعدي وان شاء الله خير، يعني ان شاء الله مش هيحصل حاجه وحشه ان شاء الله. تمام، شكرا. بكره يحصل اشتباكات في الجامعات؟ لا، ما اتوقعش كده. ليه ما تتوقع؟ يعني عادي، هو هتبقى الناس عادي نازله لسه اول يوم للدراسه وكده، فمش هيبقى يعني الوضع زي الاول وكده. الوضع ما كانش زي الاول. يعني تتوقع ان الحكومه الجديده هتشد شويه؟ هتشد شويه؟ هتشد شويه من ناحيه ايه بالظبط؟ من ناحيه مثلا المواجهات الامنيه مع الطلبه؟ لا، يعني ممكن يعني ممكن تشد شويه من ناحيه لو هو مثلا زادت المظاهرات ولا حاجه في الجامعه، فممكن تشد الاحتياطات الامنيه بتاعتها. طب في حاله لو استمرت المظاهرات دي وحصلت المظاهرات في الجامعات، ايه الوضع بعد كده؟ واشتدت المظاهرات في الجامعات تاني؟ لو استمرت تاني المظاهرات، ايه المطلوب؟ هل مثلا الطالب الحكومه بتاجيل دراسه تاني ولا ايه نظام؟ بتاجيل الدراسه تاني ما هو برضه بيجي على مصالح الطلبه. انت شايف ان تاجيل الدراسه دي مشكله كبيره؟ ليه بقى مشكله كبيره؟ ما هو بيجي على مصالح الطلبه، ما هو كل ده بيجي على دماغ الطلبه ذات نفسهم. بتاجيل الدراسه، ما هو يعني انت ما بيأجل الدراسه هو برضه ملتزم بميعاد الامتحانات، فبرضه بيجي على دماغ الطلبه تاجيل الدراسه ده. يعني المظاهرات لو المظاهرات استمرت داخل الجامعه ما تكونش بالحجم وبالذات زي اللي قبل اللي فاتت؟ لو المظاهرات ايه؟ لو مظاهرات الجامعه جوه، هل هتكون نفس المظاهرات على ايام اللي فاتت دي ولا هتكون بزياده شويه؟ ما على حسب بقى اللي هتعمله الحكومه اللي جايه. على حسب يعني ان هي هتعمله. يعني هي لو عملت حاجه اكيد مش هيبقى فيه مظاهرات. اكيد حققت المطالب اللي الناس عايزاها، اكيد مش هيبقى فيه مظاهرات. هل انت مع بترفض ولا بتقبل المواجهه الامنيه الصعبه مع الطلبه؟ برفض المواجهه الامنيه الصعبه، لان دول يعني كل مواطن ليه حق ان هو يتظاهر يطالب بحقه. طب في حال اذا خالفوا بنود القانون وبدا ان هو يكسر ويعمل؟ ايوه، من حق ان الامن يتدخل. طب سؤال اخي، ايه رايك الطلبه اللي هم رافضين عوده الحرس الجامعي للجامعه؟ الحرس الجامعي للجامعه؟ هل انت ضد ولا مع؟ لا، مع عوده الحرس. لا، مش مع عودة الحرس، مع ان هو ما يبقاش في حرس يعني. مجال. ليه بقى ما بقاش في حرس ودلوقتي في نوع من القلق وكده يعني؟ يعني برضه عشان ما يبقاش برضه في يعني زي عشان دلوقتي برضه ما الوضع يهدى شويه ممكن يرجعوا الحرس، بس يعني في الوضع اللي احنا فيه دلوقتي وفي القلق اللي احنا فيه ده يعني بلاش، يعني بلاش ان هو يبقى فيه من ناحيه ايه، ان هو ما يحصلش بينهم اشتباكات تحصل بينهم عايز فيجو.